سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية، وانخفاض في أسعار الذهب يصل إلى 400 جنيه. تفاصيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وسعر جرام الذهب اليوم الأحد 22 من أكتوبر، تفاصيل أكثر من خلال هذه التغطية الاقتصادية. ونبدأ مع حضراتكم بأسعار الدولار محلياً، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 30.83 للشراء و 30.96 للبيع. وفي بنكي الأهلي ومصر فقد سجل نحو 30.75 للشراء مقابل 30.85 للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامية نحو 30.90 جنيها للشراء و 30.95 للبيع. وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 30.88 للشراء و 30.95 للبيع. أما في بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 للشراء مقابل 30.85 للبيع. وأما بالنسبة لسعر صرف العملات الأجنبية للجنيه فبلغ سعر اليورو نحو 32.67 للبيع مقابل 32.56 للشراء. أما سعر الجنيه الاسترليني فبلغ نحو 37.51 للبيع مقابل 37.38 للشراء. وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.24 للبيع و 8.22 للشراء، بينما وصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.1 جنيه للبيع و 99.66 للشراء. وكان قد ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023، وأبقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.25% و 19.25% و 19.75% على الترتيب. وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير لتظل في نطاق 5.25% و 5.50% لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى سعر مستوياتها منذ 22 عاماً. كما أظهرت وداع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالي 1.53 ترليون جنيها مقابل 1.54 ترليون جنيها في فبراير الماضي، ومقارنة ب1.48 ترليون جنيها في يناير 2023. وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي إلى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023، ومقارنة ب 859.54 مليار جنيه في يناير 2023. وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحولات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65%. فقد تصدرت مصر دول القارة الإفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022، وثانية عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب تقرير للاستثمار العالمي خلال 2022. وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر عام 2022 نحو 11.4 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى منذ 2012.
والآن نأخذ حضراتكم في جولة الاستعراض أسعار الذهب اليوم الأحد، ويشهد الذهب تذبذبا في الأسعار خلال الفترة الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية منذ بداية أكتوبر مع تحرك سعر الأوقية عالميا، بينما تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ اليوم محليا. وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو يبدأ من 2057 جنيها بحد أدنى في السوق اليوم، ليكون سعره اليوم للشراء بدءا من 2078 جنيها. وبذلك يكون قد تراجع عن سعر الأمس ويظل متراجعا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيها في ذروة الارتفاع إبريل الماضي. أما عيار 21 تراجع خلال الساعات الماضية ليصل إلى مستويات 2400 جنيها لكل جرام بدون إضافات بعد 2450 جنيها، وسجل سعر عيار 24 اليوم نحو 2771 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 21 نحو 2425 جنيها للشراء. أما عيار 14 وهو الأقل انتشاراً فقد سجل للشراء نحو 1616. أما بالنسبة لجنيه الذهب فقد تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يدن 8 جرامات من عيار 24 بشكل ملحوظ خلال ساعات بقيمة 400 جنيه، وكان قد سجل قبل ساعات نحو 19600 جنيها، فيما سجل الآن 19200 جنيها كأقل سعر، وسجل الجنيه نحو 17200 جنيها في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 2200 جنيها، وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي بقيمة تزيد عن 3000 جنيه كاملة لكل جنيه. ويعتبر سعر الذهب متغير، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عيار 18 و21 عند الشراء والبيع. أما عالميا شهد سعر أوقيات الذهب عالميا استقرارا لليوم الثاني بعد قبضة ضمن لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية لتلامس 2000 دولارا بعد ما اقتربت بقوة أول الشهر من 1800 دولار، وارتفع سعر الأوقية بقوة إلى مستويات نحو 1981.64 دولارا اليوم بعدما سجل السعر نحو 1817 دولارا أول الشهر، فيما سجلت نحو 2056 في نهاية يونيو الماضي. مشاهدينا، هذه كانت آخر مستجدات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وكذلك سعر جرام الذهب بمختلف أعيرته. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.